للنقاش اكتر حوالين السيناريوهات المتوقعه للجنيه اليومين الجايين دول قبل رمضان، بيشرفني يكون معايا ضيفي وضيفكم الدكتور محمود وهبه، رجل الاعمال واستاذ الاقتصاد السابق بجامعه نيويورك. دكتور محمود اهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد، ازيك؟ الحمد لله، كيف الحال؟ ويا رب تكون بخير. الحمد لله. خلينا نبدا بالسؤال على طول يا دكتور محمود، هو التعويم المرتقب اللي كشفت عنه وكاله بلومبرج، هو ده السؤال الاول، لغايه امتى هنفضل نسمع كل شويه عن تعويم جديد وتخفيض جديد للجنيه، او بمعنى اخر هيفضل ينزل لحد كام؟ انا ليا وجهه نظر مختلفه عن معظم المحللين، وهقول لك انه مش سيتوقف عن الانخفاض لسبب بسيط جدا، لان انت عندك مشكله في الهيكل الاقتصادي. انت عندك اكتر من اقتصاد في بلد، المفروض يبقى في اقتصاد واحد بس. عندك 60% من الدخل القومي اللي هو 400 مليار دولار بتروح لما يسمى اقتصاديات سرية. بدون حل هذا توقع ان الجنيه سيستمر الانخفاض الى يوم القيامة. يعني لن يتوقف؟ لا، لن يتوقف. انا عادة ما بخشش في ارقام، انما هو كسر ال 30، اخذوا شويه وقت يكسر ال 20، وبعدين كسر ال 30 في حوالي اسبوع. اتوقع انه يكسر ال 40 قريب. طيب البنك المركزي المصري النهارده بيقول سددنا ديون ب 4 مليار، وان الديون تراجعت الى 155 مليار دولار. ايه بقى اسباب استمرار انخفاض الجنيه بالشكل ده اذا كان انت سددت زي ما انت بتقول 4 مليار دولار؟ انا جاي النهارده الحقيقه علشان اتكلم معاك عن فكره مش جديده انما علميه تساعد في عمليه التحكم في الغلاء، وفي نفس الوقت التحكم في تقلبات الاسعار. مش عايز اطول قوي في موضوع انه 155 مليار وانه انه هو دفع 4 مليار، لان دفع 4 مليار قديمه من قروض جديده ما هو السداد. مش عايز اخش في نقاش عقيم ما هم فاهمينه كويس قوي. ال 150 مليار دولار ما اعرفش جابوها منين. انا وانت اتشتمنا قبل كده لما كنت بقول انه 180. ايوه دلوقتي بقول 150، لا هو 300، وحاسبها انا مره واثنين، وانا اتكلمت معاك قبل كده. مش هخش برضه في التفاصيل دي. ليه؟ لان الارقام اللي بيعرضوها بتعتمد على ما يسمى وزارة المالية توافق عليه، إنما أنت عندك هيئات وجهات أخرى. وبعدين كل اللي بيحتاجوا يعملوه إن هم يعيدوا تصنيف الجهة بحيث أنها تطلع من تحت الحكومة، ما تبقاش الحكومة، تبقى هيئة أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك أو حتى محافظة. وفي الحالة دي تقول لك أنا الدين بتاعي 105. ده أنا سمعت وزير المالية بيقول إنه 80. وبالتالي الحقيقة الدخول في هذا الموضوع مش مفيد قوي، لأنه ما فيش إفصاح. أنا عايز أضيف حاجة على اللي أنت قلته لأنها جديدة الحقيقة النهاردة، وذهلت لما شفتها. آخر حاجة اقترضوها كان 1.5 مليار مما يسمى بالسكوك السيادية أو الإسلامية لو حبيت. دي اشترطت حاجتين، اولا ثلاث حاجات. اولا فايده عاليه جدا، فبداوا بحوالي 11 وشويه، انتهوا على 11 الا ربع. دي اعلى ما يمكن، خاصه وان الفوائد لمثل هذه الاستثمارات اللي هي المبلغ يعني لا ما بياخدوش منه لا ضريبه ولا عمولات ولا اي حاجه، فالرقم خرافي، الربح خرافي. الحاجه الثانيه انها لازم تتم بضمان أصل من الأصول، وده اللي أذهلني، لأن أول مرة ويمكن خلال ساعة أو ساعتين محطة العربية قالت إن الأصل الذي يستخدم لهذا القرض اللي هو 1.5 مليار الجزء من العاصمة الجديدة، وغالباً المبنى الحكومي، لأن الشرط الثالث إن الأصل ده كمان لازم يكون له ريع، لازم يكون له دخل. فيكون إن هو تنازل، بدأ يتنازل عن حاجة ده العاصمة الجديدة حبيبته، كنه يتنازل عنها وتروح للسكوك،
وهي حجمها حسب تقديرهم 150 مليار جنيه، علشان يعني حوالي 5 مليار دولار، علشان يختارت مليار ونص، راح عمل رهن اصول ب 5 مليار. انا بقولها بس عايز اتنقل للموضوع الاساسي، وهو ان احنا عايزين نقدم كلام يفيد الشعب الحقيقه. يعني انا وانت متعودين اتكلمنا الاقتصاد الازرق والكلام الجديد، النهارده ان شاء الله انا عندي امل ان هيعمل نفس الحكايه. انما كون ان هو يختارت بهذه الطريقه مساله غير ما. وبعدين تاني برضو عشان استكمل الحته دي واتنين، صدر قرار بان الشركات والجهات والهيئات يمكن انها تصدر صكوك بدون تصنيف ائتماني. استعجل، فاي حاجه عندك روح بيعها بدون تصنيف ائتماني، كان انت بتقول روح بيع حاجه من يعني ايه بدون يعني ايه بدون تصنيف ائتماني؟ مصر كلها مصنفة بي ماينس و ثلاثة بي ثلاثة، البنوك مصنفة على بي ثلاثة، الناس اللي بتقرضك بتستخدم هذه التصنيفات لتحديد التكلفة والطلبات بتاعتها. فكون ان هو يقول روح اعملها بدون ما يكون عندك تصنيف، يعني كغابة بقى، افتحها كغابة ان ليه يعرض عليك اي حاجة خدها مدام بتجيب فلوس وخلاص. وده الموضوع، الكلام ده برضو النهارده، يعني اللي انا بقوله لك دول خبرين، يعني انا مش صحفي، انما دول كلام انا قريته وانا بستعد لك يعني. واذهلني الحقيقه ان انا اشوف هذا الكلام، لان معنى كده ان مش انها بقى مش مساله بيع، ده تقريبا فقد اي رشد واي عقلانيه في العمليه على الاطلاق. وللأسف برضو ده مش هيحل المشكلة. حل المشكلة هرجع وأقول تاني، حل هيكلي، ما هوش حل مالي، ما هوش عملية شطارة إن أنت تروح تقترض من واحد عشان تدي واحد. خلاص عدت اللعبة دي، ما تنفعش. حتى لما بتبيع الأصول، بعض الأصول العربية اللي اشتروها العرب على فكرة تم شرائها بالجنيه، وفي نفس الوقت بعضها كان بيجيب عملة صعبة، فهو باعها وخسر العملة الصعبة، وفي نفس الوقت في نهاية السنة هيدوله ميزانية ويقولوا احنا عندنا أرباح، والأرباح دي تحول بالدولار، فأنت بتحاول تجيب الدولار، ده عامل زي واحد بيقطع دراعه